معناها فما المقدرة الشرائية متاع المواطن إذا كان مازالت عنده مقدرة بين قوسين ولا بين ظفرين ولا هما الطبقات المتوسطة معناها ديما يبقوا هما المتضررين الأولانيين من السياسات اللي تتخذ معاهم. هي الطبقات اللي تضمن الاستقرار الاجتماعي بالضبط. معناتها الطبقة المتوسطة راهو كي تكون موجودة في تونس، احنا كنا قبل 14 جون في حسب تقرير من البادة في حدود 89% الطبقة المتوسطة. سيريس اليوم يعطيك شيفر نتاع 70%. معناتها رجعنا لهذا اللي تحكي عليه لو شيما دو اشوار افيون. اشوار ايه اشوار افيون علاش؟ علاش؟ لانه الطبقة المتوسطة فما ايتوات باش تتوظف على مداخيلها ساعة، خاصة الطبقة المتوسطة العالية، لأن الطبقة المتوسطة هي تنقسم لثلاث طبقات. معناتها فما طبقات، طبقة دنيا نجم تتأرجح نحو الفقر بسهولة، وهذا اللي باش يتم إذا كان بطبيعة الحال باش ترفع الدعم على عدة مواد، خاطر فما مشكل الوقود برك. معناتها فما 22% تجمع حتى التيل الأحمر مدعومة في تونس بين قوسين. والحجة أنه توا قالك الدعم ماشي للناس مش مستحقين بنسبة 80%، معناها الشعب التونسي لاباس 80% لاباس. ما فهمتهاش معناتها الديستورسيون هذه، أنا شخصيا ما فهمتهاش المعادلة هذه.